31 دقيقة بعد 4 سلمتكم مستمعينا مستمعاتنا وين ما كنتوا انتم لكم تسمعوا في اكسترا تايم وانتم اللي هدمين التحقتوا بنا. وللاسف اليوم عبر امواج اذاعه جيل فام نتقاسموا معكم النبأ اللي كنا سمعنا به احنا كجزائريين بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره. تلقينا اليوم نبأ وفاه الفنانه الجزائريه ريم غزالي ببالغ الحزن والتاثر، وهذا بعد صراع مع مرض السرطان لمده طويله. وبهذا تفقد الجزائر فنانة مبدعة رحلت في عز شبابها اللي كانت مولودة في 1982 39 سنة فقط في عز عطائها الفني. ربي يرحم الفنانة اللي مثلت الجزائر في محافل دولية، أحسن تمثيل بحسنها بحسها الجمالي عفوا وأخلاقها العالية. ربي يرحم ريم غزالي الفنانة اللي كانت متعددة المواهب وقدرت تكسب حب الملايين من داخل وخارج الجزائر. كان أول ظهور لها في برنامج العرب الخاص بالمواهب ستار أكاديمي، وبعدها قدرت الفنانة تبني شعبية كبيرة في الوسط الفني. شاركت في أعمال درامية كبيرة وأصدرت عدة أغاني، ويعتبر ربما مسلسل وسلسلة بولغرونغ آخر أعمالها الفنية اللي طلت بها على جمهورها. ربي يرحمها ويجعل متواها الجنة ويصبر أهلها وأحبابها وعائلتها. وفي هذا المباشر التحق معنا على المباشر شمس الدين العمراني المعروف بديزاج جوكر اللي كانت قاسم معها تجربة فنية، ربما كاميرا كاشي الوعرة اللي كان حبوها بزاف الجمهور الجزائري. شمسو مساء الخير. ألو مساء الخير شمسو. مساء الخير شمسو. نعم مساء الخير شمسو. مساء الخير اختي، ان شاء الله تكوني بخير. ومساء الخير لكامل الناس اللي عم يسمعوا فينا. واش نقول لك اختي، سمعنا الخبر ونطلبوا الرحمه لريم غزالي. ربي يرحمها، وان شاء الله كامل المستمعين اللي عم يسمعوا فينا الدركه يترحموا عليها ثاني، وإن شاء الله في ميزان حسناتهم وفي ميزان حسناتها هي تاني إن شاء الله. إن شاء الله نطلبوا لها الرحمن. شمسو كنت من الأشخاص المقربين ربما ليها بزاف، وانت قاسمت معها تجربة كان حبها بزاف الجمهور الجزائري، وربطاتك بعدها ربما علاقة صداقة قوية مع ريم غزالي ربي يرحمها. أنا ريم أنا يعني نفضل نحكي على الجانب الإنساني، يعني الاكسبيريونس لي يعني دو بريفيرونس الواحد يحكي على حاجه اللي عاشها معاها من غير الخدمه. يعني انسانيا عرفتها ريم، وانسانه طيبه ما شاء الله، انسانه نيه، انسانه صادقه، انسانه كي يعني اي شخص هكذا تحب تشوفه محتاج حاجه ولا تحب تعاونه. وكانت خالوقة وكانت طيبة وكانت نعمة الأخت. نعم ربي يرحمها كامل. نطلبوا المستمعين والناس بالك اللي كانوا يحبوها كامل انه يطلبوا لها بالرحمه. سيفغي كانت انسانه اللي تحب تعاون، عاونت بزاف الشباب اللي خدموا معاها. يعطيك الصحه شمسو اليوم اللي كنت معنا على المباشر عبر امواج اذاعه جيلافه. الله يخليك اميره، ودائما نقولوا نطلبوا من الناس يدعوا لها بالرحمه، على خاطر هي دوك دول تسحق، يعني تسحق الدعاء بالرحمه. أكيد. ربي يرحمها ان شاء الله، وثاني ربي يرحم فكري ثاني اللي توفى ما عندوش بزاف. ربي يرحمهم الاثنين، وان شاء الله يكونوا من اهل الجنه ان شاء الله يا رب العالمين. شكرا يعطيك الصحه شمس الدين العمراني اللي كنت معنا عبر المباشر. ديزاد جوكر كنت معنا عبر المباشر عبر امواج اذاعه جيل فام. ربي يرحم ريم ويجعل مثواها الجنه، ويربي يصبر عائلتها واهلها واحبابها، وحنا ما بقى لنا غير ندعو لها ربي يرحمها ويجعل مثواها الجنه يا رب العالمين.